وقت اللي تتحجر قدام جماعة وما تنجم تعمل حتى شيء، احنا نجم نعاونوك ونتشمتو في العبد اللي تحك عليك. اطلب شميتي ياخولك حقك. شميتي عسلامة. اليوم في شميتي اختارين لكم صوت كمال تويتي اللي هو دكتور سليمان الابيض باش نتشمتو في العباد. عسلامة يا فام، نحب نتشمت في بنت خالتي ياسر عاملة فيا. ألو، كنت عرفني على سيادتك؟ ألو، أنا الطبيب. ألو، كنت عرفني على سيادتك؟ كيفاش أنا متى تطلب؟ طيب حلا فيك. ألو، أنا الطبيب. لا أخويا غالط. شوف يا سي أسامة، غالط أخويا غالط. أنا الطبيب اللي نسأل، ما هوش الباسيون. شكون معايا؟ أنا الطبيب. اي طبيب، شكون حاجتك مثلا؟ علاش جيت انت؟ انت طالب؟ شكون طالب يا ولدي؟ اش عندك انت؟ شكون طالب يا اخويا؟ لا باش تحس. نعم الو، باش تحس يا ولدي؟ غلط انت، غلط غلط. نقصد علاش جيت؟ عندك حاجه مقلقتك؟ انت طلبت، انت طلبت توا. لماذا اتيت الى الطبيب النفساني؟ لم آتي إلى الطبيب النفساني يا أخي. يا ربي، علاش بعثت لي حالك من هكا على الصباح؟ يا أخوي قلت لك أنا غلط غلط. كي مشيت للطبيب الأعصاب. وقت اللي تتحجر قدام جماعة وما تنجم تعمل حتى شيء، احنا نجم نعاونوك ونتشمتو في العبد اللي تحك عليك. اطلب شميتي ياخولك حقك. شميتي